برعايه رئيسه جمعيه باتر توجذر السيده فيوليت خير الله الصفدي، بتتشرف نقابه اصحاب الحضانات المتخصصه بلبنان وبتعاون مع مركز الصفدي الثقافي بدعوتكم لحضور مؤتمر بعنوان الكشف المبكر للصعوبات التعليميه عند الاطفال. المؤتمر رح يصير نهار السبت الواقع ب 19 تشرين الثاني نوفمبر 2016. رح نحكي عن كل تفاصيله، رح نحكي عن البانلز اللي رح يصيروا فيه، عن الموضوعات اللي رح يتناولوها، وخاصه عن الموضوع الاساسي لها المؤتمر. بصرنا استضيف معي بالاستوديو المستشارة الإعلامية لنقابة الحضانات المتخصصة بلبنان ريتا حاج وكيم. صباح الخير. صباح الخير. شو الأخبار ريتا؟ تمام كثير، ميرسي على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك معنا بصباح لبنان ريتا. يعني بعرف قد ايه نقابة عم تشتغل وعم بيكون عندها دور بكل المناطق اللبنانية، رح نحكي عن هذا الدور ورح نحكي عن وصولكم اليوم لطرابلس لعاصمة الشمال وعن هالمؤتمر يلي التارجت تبعه منطقة الشمال. كما بصيرنا استضيف معي بالاستوديو ايضا غاده سلامه معالجه نفسيه وتحليليه. غاده صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك بصباح لبنان. غاده انت والتيم تبعك رح تكونوا جاهزين ومجندين لهيدا المؤتمر. رح احكي معك عن تفاصيل هالمؤتمر، الاشخاص اللي رح يحاوروا، كمان الموضوعات اللي رح نتناولها، وقد ايه مهم كمان هالصعوبات التعليميه انه نواجهها باول الطريق مع أكيد. اطفالنا، تفاصيل كلها رح نحكيها. اسمحي لي ابدا بالبدايه مع ريتا. ريتا اليوم النقابه يعني بهالموضوع عم بكون عندها حرص لحتى تلاحق وتتابع. يمكن بالسنوات الاخيره صار في هيك ان كان حوادث معينه او اخبار بالحضانات، ولكن النقابه حرصت على انه يكون الكل تابع للنقابه، الكل بالمعايير يلي ملزمه فيها كل دور الحضانات بلبنان. خبرينا شوي عن هالجولة يلي عم تقوموا فيها لتزيدوا التوعية ولحتى تكونوا عم تنشروا التوعية بين كل الناس. يعني نعم، نحن من ضمن أهداف النقابة الأساسية هي نشر التوعية ومساعدة كل دور الحضانات المتخصصة بلبنان لنطور بمجال بهالقطاع، وهون دور النقابه والاوبجكتيف يلي بتقوم فيه النقابه. مشان هيك حب اخترنا انه يكون هالموضوع هالمؤتمر يلي عم نسعى له ب 19 تشرين الثاني يكون مخصص للمحافظات. رح نبلش يعني مبلشين هلا مع محافظه الشمال، ورح ننتقل بعدين على كامل المحافظات اللبنانيه، واكيد رح نرجع بيروت اللي هو اللي بننطلق منها لكل نشاطاتنا. وهالمؤتمر بيدخل ضمن نشاطات توعويه لنقابه دور الحضانات المتخصصه اللي بتهدف، وخاصة مع بداية السنة الدراسية، لأنه هلأ اليوم نحن ببداية السنة الدراسية بالمدارس وبالدور الحضانة، فحبينا نتطرق لموضوع الصعوبات التعلمية لحتى نعرف كيف نعالج الموضوع على بكير قبل ما يوصل الولد لمرحلة المدرسة. نعم، يعني دائما الوقاية مثل ما بيقولوا أهم من أي متابعة وعلاج وملاحقة بعدين لحتى المشكلة تبلش تنحصر من الأول. وعلى الحال كان عندكم كمان يعني بأيلول ب 17 أيلول كان في مؤتمر سابق كمان برعاية الوزيرة ليلى الصلح، كمان تحت عنوان اعتماد نمط صحي منذ الطفولة. يعني العمل ساري وجاري من قبل. يعني رح أرجع تابع معك لحتى نحكي تفاصيل إضافية. غدا اليوم الموضوع يلي رح يتمحور حوله هالمؤتمر الكشف المبكر للصعوبات التعليمية عند الأطفال. أول شيء خلينا نحكي عن الصعوبات التعليمية عند الأطفال، كيف فينا نعرف عن هيدا الموضوع وقد ايه هو أساسي بالكشف عنه بطريقة مبكرة بالنسبة للأهل وبالنسبة للطفل كمان؟ نعم، الصعوبات اللي نحن بنعتبر انه الولد هو لازم يكون عنده تطور فكري وجسدي ولغوي معروف، يعني في اذا بدك بنقول في سكيلز معين لازم يكونوا عنده هالولد. وقت اللي بيكون في صعوبات بيكون في عندنا مشكله بهالتطور الفكري النفسي الحركي اللغوي عند هيدا الولد. البرنامج التدخل المبكر صمم لمساعدة هالأطفال ومساعدة أهلهم حتى كرمال نرجع نشتغل على المهارات، لاكتساب المهارات اللي فقدوها أو اللي هي ما اكتسبت بعد، وتحفيز هالمهارات ونرجع نشتغل ونزيد هالمهارات عنده، لأنه كل ولد من عمر زيرو في مهارات لازم يكونوا عنده. يعني منبلش من الحركة، من البسمة، من التطليعة. سو نحن هون البرنامج هيدا بلاحق الولد من عمر صفر لعمر ثلاث سنين. مشان هيك نحن حطينا هيدا التارجت انه الولد بحاجه لاهتمام من عمر من زيرو نهار.
صعوبات تعليمية ممكن تبين بمرحلة لاحقة، يعني ما تبين بمرحلة هالقد بريماتشور، خليني أقول بعمر كتير صغير، هيدا من ناحية يعني من ناحية النفسية والتحليلية. هلأ ممكن يعني نحن مننطر منعطي الولد أكيد مجال، بس كمان في إذا بدك منقول في عنا خصائص نحن منشوفهم، منشوف إذا هالولد هو رح يكون التطور عنده طبيعي أو بده دعم. يعني بده دعم لنقول حركي، بده دعم لغوي، بده دعم اجتماعي للتواصل، منشوف هيدولي هالمهارات اللي عنده وعلى أساسهم منشتغل، وكل ما كان التدخل مبكر كل ما كان في نتيجة أكتر. مشان هيك يعني حبينا بالحضانات انه يبلش هالشيء من الحضانات، يعني ما بقى فينا ننطر الولد تيصير عمره 3 سنين حتى كرمال نبلش نشوف اذا عنده، لان احنا هون عنا بلبنان الولد ب3 سنين بفوت على المدرسه وبيخضع لتيست صغير، شو اسمه، شو هيدا اللون، شو هيدا الشكل، يعني مضطر يحكي ويعبر شوي. اذا ما كان عنده هالمهارات رح ينحط الولد قدام فشل ورح نرجع لورا ونرجع نشتغل معه. نعم، من هون أهمية كمان يعني هذا الوعي ريتا عند الأهل. يعني اليوم أهل وبحكم يمكن عملهم وبحكم الحياة اللي صرنا عايشين فيها صاروا مضطرين يحطوا أولادهم بالحضانات، صار فيها التحضير المبكر للولد قبل المدرسة. خبريني شوي عن التعاون مع Better Together، هالجمعية يلي بترأسها السيدة فيوليت خيرالله صفدي ويلي برعايتها رح يكون هالمؤتمر. هو فكرة المؤتمر اللي هو مخصص هلأ لمحافظة الشمال، حبت سيدة فيوليت خير الله صفدي انه تكون برعايتها، لانه هن كمان بكونهم عندهم مركز صفدي الثقافي اللي هو معروف بشمال مثل يونسكو ببيروت بنشاطاتهم الثقافيه واللي بيقوموا فيها دائما. حبينا نكون فيها التعاون بيناتنا لنشر التوعيه لمحافظه الشمال. وكنت بدي اذكر شغله ذكرتها انه اليوم قد ايه صار في وعي على مساله الحضانه، لانه اليوم كثير تغير مفهوم الحضانه، يعني بطل فكره الحضانه هي محل بيبي سيتينج، صار محل الولد بيصير في تحفيز لانه مثل ما ذكرت غاده التحفيز لقدراته الفكريه الجسديه النفسيه الذهنيه من كل النواحي. الولد عم بيتعلم ليتحضر ليفوت على المدرسه، بيكون جاهز ليفوت على المدرسه فيها. صحيح. الاساس صارت الحضانه. صحيح، الاساس اللي عم تحكي عنه ريتا، يعني قد ايه غدا فينا نفصله كمان من هالناحيه لما الولد يطلع من هالمكان الامن السيف تبعه، يكون معود على المجتمع، يعني بالنسبه له السوسايتي هو اول شيء بطن امه، وبعدين بيطلع لبرا بيصير في امه وبيه ماكسيموم اذا في خي او اخت بالبيت. يعني واليوم بعيالنا يعني ما بقى العيال كمان كثير كبيره عم بتكون، يعني عم ينحصر عدد الاشخاص فيها، قد ايه هالتاثير على حياته النفسيه وعلى تطوره ونموه لما يواجه المجتمع الاوسع والاكبر ويحس حاله يعني هو الصغير قدام هالكوكب الكبير من حواليه. صح، هو الحضانه بتكون مجتمع تحضيري لهيدا الولد، يعني مثل ما قلت هو بيطلع من مجتمع صغير، العائله الام والبي وهالعائله الصغيره، بيرجع بيطلع تيواجه المجتمع اللي أكبر شوي، وهون لازم يكون في إذا بدك حضن لإله، يعني لازم يكون في إحاطة جيدة لإله، لأنه هون بتبلش إذا بدك الحياة الاجتماعية ونحط الثقة بالولد أنه أنت بتقدر، أنت رح تصير، أنت نحن رح نساعدك، نحن رح نهتم فيك، بدنا قد ما فينا نعطيه الثقة ونحن نكون عنا إحاطة جيدة لهالولد، لأنه الولد كتير مهم. إذا بدنا نقول التطور الحركي عنده الولد نحن منتابع، يعني بدنا نشوف إذا الولد التطور الحركي عنده منيح، بلش مثلاً حركات ايديه منيح، ببلش يزحف، عم بيدبدب، صار يطلع باليوبا لحتى يوصل لهو انه يمشي. نعم. تطور اللغوي عنده، بلش يطلب شوي يعبر هو شو ناقصه وشو بده، بلش هالتواصل يصير، حتى منشوف السمعي عنده، الفهم عنده، كيف عم بيفهم الامور، كيف طريقه الاستيعاب، كيف طريقه تحليله للامور. نعم. بيتعلم المنطق، بيتعلم تحليل الامور. سو حتى كمان نرجع نوصل للاستقلالية اللي قاله، الاستقلالية الذاتية، اللبس،
الأكل، كل هالأمور، الاهتمام بذاته، هو يوصل على المدرسة كمان يكون مرتاح. بطبيعة الحال بتكون عم تتكون شخصيته، بصير أوتيتي بحد ذاتها يعني. وبيوصل على المدرسة بيكون مرتاح، ما بتقعد تشكل له عبء إنه ما عم بيقدر يعمل هيك، والاستقلالية هي علامة الذكاء للولد. سو نحن بالحضانات هي مرحلة تمهيدية أساسية حتى كرمال الاستقلالية، نربي الاستقلالية عند هيدا الولد. نعم ريتا، اليوم المرسوم 6784 يلي بنص على الحضانات النموذجية يلي فيها معايير معينة، ما رح نفوت بتفاصيله طبعا، ولكن بحسب النقابة يعني أكيد بشكل عام، شو أبرز اللي لازم يتوفر اليوم بحضانات؟ لأنه كمان مثل ما عم نعرف وعم يطلع أوقات على الإعلام، في حضانات ما عم تستوفي الشروط المطلوبة، وفي حضانات ما لها تابعة على النقابة، وفي حضانات ما فينا نسميها حضانات لأنه صارت دور يعني إذا بدك عم بحطوا الأولاد لينترون، عم بيصير في مشاكل إن كان غذائية صحية إيجيان، يعني في مشاكل كبيرة عم تتوارد من خلال اليوم الحضانة النموذجية. شو أبرز معالمها؟ شو أبرز اللي ضروري وإجباري يتوفر فيها؟ بحسب المرسوم 48-76 يلي بموجبه أو يلي بنص على فتح واستثمار حضانة، بده يكون في أكيد مكان، اللوكيشن كتير مهمة، مكان آمن للطفل، مكان صحي يعني بتفت له الشمس، الأكيب بده يكون كتير كفؤ وبروفيشنال، بده يكون مؤلف من حاضنات أو معلمات وآد جاردينير معهم، يعني كل 15 ولد بده تكون مسؤولة عنهم تيتشر والهلبر والهلبر معه. اكيد اذا في اولاد تحت عمر السنه بيكون في نيرس فول تايم بالحضانه. وهلا الابديتد يلي يعني نظرا لتطور العصر، صارت الحضانات اللي صار عندها وعي كامل، صاروا بيكون عندهم سيكوموتريسيان واورتوفونيست اكيب معهم بقلب الحضانه لحتى نعرف نعمل ديتكشن كشف مبكر لاي مشكله او صعوبات عند الولد، وساعتها بيتحول عند الاختصاصيين. نعم يعني هذا من ابرز الشروط، اكيد في تفاصيل اضافيه. غدا اليوم بالمؤتمر يلي رح نشوفه ب 19 تشرين الثاني بمركز الصفدي الثقافي بطرابلس، ويذكر كمان انه هذا الاول من نوعه بمنطقه الشمال، يعني هذا تذكر للنقابه وايضا لا بيتر توجذر لهالجملاج وهالتعاون بهالموضوع. شو ابرز نقاط يلي رح يعني تول بي تاكلد، رح يعالجها هالمؤتمر، ومين ابرز المتحدثين يلي رح يكونوا موجودين اكيد الى جانبك ايضا؟ اكيد نحن رح نكون اربع محاضرين، منبلش بدكتور سركيس ابي طنوس، وهو دكتور بالنشاط النفسي الحسي والحركي عند الولد، وكمان هو دكتور بالريمدياسيون كوجنيتيف، التاهيل الذكاء والفكر عند الولد. رح ينحكى عن الولد كمان من عمر 0 ل 3 سنين قديه نحن بنقدر نشتغل مع هالولد، وقديه بنقدر نحن نحفز هيدا هالموضوع عنده. بعدين رح يكون في مدام كارلا سعادة، هي معالجة بالنطق، رح تحكي كمان عن التطور اللغوي عند الولد من عمر 0 ل 3 سنين، وشو الخصائص يلي ممكن نشوفها يلي هي أشاير بتدلينا انه هالولد عنده صعوبات او لازم نحن نشتغل معه. رح كمان تعطي اكيد في نصايح، ورح نحكي كمان عن كيفية العلاج. بعدين في كمان زميلتي رنا حداد يلي هي كمان معالجة نفسية وتحليلية، رح تحكي عن الصعوبات اللي بيواجهوها الأهل مع هالولاد أو والولاد، والصعوبات اللي الولاد هن بيواجهوها وقت بيكون عندهم هالمشكلة، شو أحساسهم، شو شعورهم، هالأهل كيف عم بيعيشوا هالوضع كله. وكمان رح يكون في كمان الصعوبات اللي بيواجهوها المربيات اللي رح تناقشها كمان رنا. وفي بالآخر أنا رح بحكي عن أهمية التدخل المبكر لهيدا الولد، ورح نحكي كمان عن برنامج تحليل السلوك التطبيقي قديه هو مهم وقديه هو فعال لكل الاولاد يلي عندهم صعوبات مهما شو ما كانت الصعوبات، يعني تحت حيالله ليبل بنحطها، قديه هو مهم وبيحفز الولد وبيكون بيساعده على التواصل، على الاستقلاليه، على فهم المجتمع حواليه. نعم
ريتا، يعني قدام هالبانلست كلهم وقدام هال اذا بدك الموضوع يلي مقسم بطريقه كثير منظمه لحتى ينحكى عنه اليوم، التارجت اكيد الاهل، اكيد الحضانات المتخصصه والمعنيين بهالموضوع، مين في يحضر هذا المؤتمر وكيف اذا بدهم يتواصلوا يروحوا يشاركوا كيف الطريقه؟ هو نحن عم نبعث دعوات للكل، يعني الكل فيهم يكونوا موجودين بهالمؤتمر، هو مينلي لاصحاب دور الحضانات والاكيب، يعني الحاضنات التيتشرز والكل الاكيب الموجود بالحضانه، بس اكيد نحن كمان يعني اهلا وسهلا بكل شخص بحب بيهتم كاهل كاهالي يعني كمامز او حتى بيشتغلوا بفيلد بهذا الفيلد بهالقطاع مدارس بري سكولز كلهم مدعوين انه يكونوا موجودين. واذا بدهم يتواصلوا معكم بالنقابه باي طريقه بيتصلوا؟ بيبعتوا ايميل؟ في فورمز معينه بدها تعبى؟ كيف انه بس بيعملوا كونفيرميشن على ارقام النقابه بكل سهوله؟ يعني ب 17 ايلول 2016 مثل ما ذكرت من شوي تحت عنوان اعتماد نمط صحي منذ الطفوله وبحضور معالي السيده ليلى الصلح حمادي تم تنظيم مؤتمر ايضا تركز فيه على يعني المواضيع واهتمامها بدور الحضانات. اليوم قد ايه الدوله كمان عم تدعم وعم تلاحق وقد ايه عم تلاقوا كمان دعم خارجي، لان هالموضوع صار جذري واساسي بالحياه التعليميه عند الاطفال يلي هن طلاب وهن رجال وسيدات المستقبل، كمان قد ايه عم بيكون في دعم لهالقطاع؟ يعني هو عم بيكون جهد شخصي فيك تقول، يعني ما كتير في دعم لقطاع الحضانات بعد او هالوعي الكافي تجاه هالموضوع، بس لما عملنا هالمؤتمر برعايه السيده ليلى صلاح حميدي هي كانت كمان شوي بعيده عن هالقطاع، بس اهتمت انه تعطي يعني تولي اهتمامها لقطاع الحضانات، خاصه انه سمعت اشياء الحوادث ذكرتها، بس يلي هي كتير تحددت بالسنه الماضيه، يعني من سنه لهلا وبعد متابعه وزاره الصحه اللي احنا بنشتغل نحن وياها كنقابه، يعني نحن بنشتغل اون باراليل مع وزاره الصحه ودائره الام والطفل يلي هي اللي بتعطي التراخيص لدور الحضانات، صار في كثير كنترول على هالقطاع يلي ما بيستوفوا الشروط والمعايير عم بيتسكروا الحضانات، وعم بيكون في مراقبه مستمره يعني قد ما بيقدروا، اكيد بعد بحاجه اكثر انه الدوله تكون انفولد اكثر بهذا الموضوع، بس نحن كصعيدنا على صعيد نقابه عم نجرب انه قد ما فينا نساعد الحضانات بلبنان من خلال الاشخاص اللي فيهم يساعدوا بهالمجال. نعم، غدا اليوم بكل الحضانات في سيستم عم يعتمد جديد، هو سيستم مثل سورت اوف مراقبه، خليني اقول يعني كاميرات اللي عم بتكون موجوده، الاهل بيكونوا كونكتد على تليفونهم، تلاقي الاهل يعني فتحوا الابلكيشن المخصص على هالموضوع، عم بيراقبوا حركه الطفل، بدي احكي شوي من الناحيه النفسيه والبسيكولوجيه، قد ايه هذا الموضوع صحي؟ قد ايه لازم يوثقوا بالحضانه؟ وقد ايه ما لازم يفصلوا بمطرح من المطارح؟ يعني اوكي فيهم يلاحقوا من حقهم الطبيعي اكيد، ولكن من الناحيه البسيكولوجيه قد ايه لازم يكون في ثقه بهذه الحضانه، وقد ايه هالملاحقه ما لازم هالقد تكون يمكن بطريقه اوفر، خليني اقول، قد ايه صح هالموضوع؟ نعم، هي اذا بدك هيدي الاونلاين كاميرا وهيك هي للريحه بين اثنين للاهل وللاكيب اللي بيكون عم بيشتغل، يعني بيكون هون في اذا بدك تكون ترانسبارون الامور كلها. وبما انه هلا صار في نقابه والنقابه هي متابعه كل هالامور، يعني بتخيل انه وكل الحضانات اللي هلا عم تترخص من النقابه هي مؤهله وهي اكيد في لها متابعه، في مين في عندها اذا بدك بنقول سوبرفيجن عليها هالحضانات كلها، صحيح في فولو اب عليها، هي مهمه، هي لا اذا بدك مثل ما حكينا للشفافيه بين الاهل وبين شو اسمه، بس اكيد كمان ما يصير في اذا بدنا نقول ادكشن على هالكاميرا، يعني هالام تقعد كل النهار يعني عم بتوصل له لهالولد انه هي منا عامله هالسيباراسيون، قد ما فينا كمان نحن بالحضانات بنشتغل على هالاهميه واهميه الفصل بين الام والولد قد ما بيبقى في فيوزيون، يعني طول ما هي ضمن الحدود وضمن المطلوب منا هي كتير صحية للشفافية، بس أكيد ما يصير في أدكشن على هالكاميرا وتقعد الأم كل النهار لتراقب هالولد، بصير بحس حاله هو عطول كمان كنترولي، يعني إذا راح على البيت بتقول له ليه عملت هيك هون شو عملوا لك هون شو عملوا، بحس إنه هو عطول في عنده كنترول كل النهار عليه. صحيح،
الكشف المبكر لصعوبات التعليمية عند الأطفال هو عنوان المؤتمر يلي بتنظمه نقابة الحضانات المتخصصة بلبنان بتعاون مع Better Together هالجمعية يلي بترأسها سيدة فيوليت خير الله صفدي بمركز الصفدي الثقافي بطرابلس، هو الأول من نوعه، السبت 19 تشرين 2 نوفمبر 2016. لكل المهتمين والمتخصصين بهالقطاع فيهم يتواصلوا مع النقابة، يحجزوا مقاعدهم ويكونوا حاضرين بهيدا المؤتمر. أنا بدي أشكر وجودكم معنا ريتا الحاج المستشارة وكيم المستشارة الإعلامية لنقابة الحضانات المتخصصة بلبنان، يعطيكم ألف عافية بالنقابة وشكرا لدايما هالأمان يلي عم تحطوه بهيدا القطاع لأنه مهم جدا يلي عم تعملوه. غادة سلامة، حضرتك معالجة نفسية ومتخصصة وتحليلية أيضا، شكرا لإلك، موفقين بالمؤتمر وبكل الخطوات يلي بتلحق لنبني مجتمع أفضل. أقله نبلش منا، ما ننطر مبادرة لا من دولة ولا من حدا، نبدأ منا نحن. أهلا وسهلا فيكم. مرسي كتير. أهلا فيك. مشاهدينا متابعين، نحن وياكم بعد الفاصل. الكاتب صلاح الأشقر بينضم لزميلتي رنا بلقاء جديد ضمن صباح لبنان، حلقتنا بتابع نوزع بينج، خليكم معنا.